تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، وإن شاء الله يومكم دائما مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. نرحب فيكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا مخرجنا الأخ سعيد المر. بالتنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وأنا محدثكم عبد الله جمعة، وأيضا أرحب بالأخت آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك خوي عبد الله، وصباح الأجواء الجميلة والباردة، ونتمنى طبعا لكل اللي في الشوارع السلامة والوصول لوجهاتهم بسلامة يا رب. إن شاء الله يا رب. أيضا مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب دائما باتصالاتكم وتواصلكم ويانا على الأرقام 600-551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، نذكركم بضرورة أخذ لقاح COVID-19 ومثل ما ذكرناكم للفئات المستهدفة بالدرجة الأولى، وهي كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين اللي أعمارهم فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وخط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، ويعطيهم ألف عافية، والعاملون أيضا في المهن الحيوية. آمنة، أخذتي اللقاح؟ عبد الله، أنا من الفئات المستثناة من أخذ اللقاح. الحمد لله أخذت اللقاح. نستعرض مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية. اليوم عندنا أول خبر تحت عنوان أبناء البدينات أكثر عرضة للعقم في المستقبل، والخبر الثاني تحت عنوان نزيف اللثة المتكرر قد يكون علامة على مرض خطير. فقرة السوشيال ميديا دائما مستمعين الأعزاء، وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. وفقرة خدمات الهيئة اليوم تحت عنوان، أو بنتكلم عن أحد أهم الخدمات المميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، عيادة الصداع في قطاع الرعاية الصحية الأولية، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم ارتفاع ضغط الدم الثانوي. وفقرة التغذية مثل ما عودناكم اليوم تحت عنوان أفضل طعام لأحلى شتاء في العالم، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم صحة الطفل، وتحت عنوان نقص فيتامين دال لدى الأطفال. نرجع أختي آمنة لفقرة الأخبار، واليوم عندك نزيف اللثة المتكرر قد يكون علامة على مرض خطير. طبعا أخوي عبد الله، قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن نزيف اللثة المتكرر له أسباب عدة، مثل الالتهابات البكتيرية في اللثة أو التهاب دواعم السن أو نقص الفيتامينات خاصة فيتامين جي أو تعاطي أدوية معينة مثل مثبطات تخثر الدم وأدوية الصرع. وبالإضافة إلى ذلك، قد ينذر نزيف اللثة المتكرر بالإصابة بمرض خطير مثل اضطرابات تخثر الدم أو سرطان الدم، اللوكيميا لا سمح الله. لذلك شددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب على الفور لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نزيف اللثة المتكرر والخضوع للعلاج في الوقت المناسب. وطبعا أخوي عبد الله، أي شيء خارج عن العادة وأي شيء نحس أنه يعني صار أكثر ومش طبيعي، المفروض أن نحن نراجع الطبيب لأبسط الأشياء، شوف حتى نزيف اللثة عفوا. نعم، ومثل ما ذكرت اختي آمنة، هناك مرات يعني بعض الأشياء مدللات أو علامات لأشياء أخرى قد تكون
أكثر خطورة. فمثل ما تفضلتي أن دائما الإنسان لابد أنه في حالة إذا في شيء معين لازم يلجأ للطبيب للاستفسار وعمل الفحوصات الدائمة. ناخذ فقرة السوشيال ميديا مع الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. النور والسرور عليكم وعلى كل متابعين إذاعة نور البيت. الله يحييك ويصبحك إن شاء الله بالخير والعافية أختي أسماء. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي كانت يعني متداولة الأشخاص اللي كانوا يحصلون على النوع الجرعة الثانية من اللقاح، هذول الأشخاص اللي كانوا يعني يشاركون صورهم وتجربتهم الإيجابية، نشكرهم جميعا على مشاركتنا هذه الصور الجميلة. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت أو نحن كنا نأكد في إحدى نشراتنا على الحرص على الحضور في الموعد المسجل، وايد مهم أن يعني نحن في اليوم اللي يأخذ شخص في الجرعة الأولى يطلع موعده للجرعة الثانية، جدا مهم أنه يرجع قبل 21 يوم خلال موعده ويحضر حتى يأخذ الجرعة الثانية. أيضا من ضمن الأشياء المهمة أخذ التطعيم، لا يعني أن الواحد ما يلتزم بالإجراءات الاحترازية، جدا مهم. نحن قاعدين نشوف إن في هاي الزيادة في الحالات، فمهم إن نحن الجميع ياخذ احتياطاته، إذا مو بعشانهم عشان يعني أهاليهم، أكيد عندهم أشخاص كبار في السن، أشخاص معرضين لمضاعفات المرض، فهذا وايد مهم. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت توصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي كان عندنا سؤال يقول في حال، أقرأ لكم السؤال، في حال تم هل يمكنني أخذ أكثر من نوع من لقاح كوفيد بشكل عام من غير الآمن أخذ أنواع مختلفة من لقاحات لمرض واحد، وهذا نفس الشيء أيضا في مرض كوفيد 19. تقريبا هاي الأشياء اللي صدق أنواع التواصل الاجتماعي، ودائما نأكد على طريقة أخذ المواعيد جميع الخدمات المقدمة في هيئة الصحة عن طريق أخذ موعد مسبق، ومنها بخدمة التطعيم كذلك من خلال تطبيق هيئة الصحة أو الاتصال في 800-43. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل اختيامنا اليوم بنتكلم عن موضوع وايد مهم الحقيقة، وهاي الخدمة تعتبر يعني من الخدمات المميزة في هيئة الصحة بدبي، اللي هي عيادة الصداع في قطاع الرعاية الصحية الأولية. وبتكون ويانا اليوم مستمعينا الأعزاء الدكتورة نورة عبد الله، طبيب أخصائي بقطاع الرعاية الصحية الأولية. والعيادة هاي خاصة لفئة الناس اللي عندهم صداع، أي أنواع الصداع طبعا. تعمل العيادة هاي بشكل مختلف وأيضا فيها تقنيات حديثة. مستمعين الأعزاء بتتعرفون على العيادة هاي وعن هالخدمة هاي أكثر، فاللي عنده أي مشكلة في الصداع أي طريقة أو أي نوع من أنواع الصداع بإمكانكم أنكم تتواصلون ويانا على الرقم، رقم البرنامج 6005514144، وبإمكانكم أيضا أنكم تتواصلون مع الدكتورة مباشرة في هذا البرنامج. اليوم بيكون موضوعنا عن الصداع وعيادة الصداع في قطاع الرعاية الصحية أو الأولية. ناخذ فاصل مستمعين الأعزاء، وخلكم مع صحة وسعادة وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 6005514144، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختيامنا قبل لا ناخذ فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم، شو رأيك نذكر أعزائنا المستمعين بالمراكز اللي من خلالها بإمكانهم أخذ لقاح كوفيد 19؟
نعم طبعا أخوي عبدالله، المراكز الصحية اللي تقدم تطعيم كوفيد 19 هي مركز زعبيل للرعاية الصحية، ومركز المزهر للرعاية الصحية، ومركز ند الحمر، ومركز البرشة للرعاية الصحية، ومركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف ومستشفى حتى، وكذلك مركز الصفاء الصحي. طبعا هاي جميع المراكز على امتداد إمارة دبي تقدم تطعيم كوفيد 19. نتمنى من المستمعين وننصحهم طبعا بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وأهلهم طبعا من فيروس كورونا. نعم، وننتقل مستمعين الأعزاء إلى فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي. ومثل ما ذكرنا قبل لا نطلع الفاصل بأن عيادة الصداع تعتبر هاي العيادة من العيادات المتميزة التي استحدثتها هيئة الصحة بدبي بقطاع الرعاية الصحية الأولية لخدمة المرضى ممن يعانون من مشاكل الصداع بأنواعه. شرفنا اليوم لتكون ويانا الدكتورة نورة عبدالله، طبيب أخصائي بقطاع الرعاية الصحية الأولية، للحديث عن هاي العيادة المميزة. دكتورة نورة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. مرحبا أخي عبدالله، صبحت الله بالنور والسرور، حياكم الله. الله يحييك دكتورة. نحن طبعا دائما قطاع الرعاية الصحية الأولية خدماتكم مميزة، ونحن سبق ونتكلمنا أيضا عن عيادة التدخين. اليوم نتكلم معك دكتورة عن عيادة الصداع، لو تعطينا فكرة عامة عن عيادة الصداع والخدمات اللي تقدمونها في هاي العيادة. إن شاء الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أصبح على جميع مستمعي إذاعة نور دبي، وأتمنى لهم إن شاء الله صباح مسمر وسعيد. أخ عبد الله وأخت آمنة، مثل ما تعرفون الصداع من الأمراض والأعراض الشائعة جدا يعني، والذي يصيب أغلب الفئات العمرية بلا استثناء. وهناك أسباب يعني عديدة جدا للصداع لا تحصر حاليا، ولكن طبعا إحنا هاي الفقرة هدفها هو طبعا يعني تسليط الضوء على هاي الخدمة اللي هي خدمة عيادة الصداع في هيئة الصحة. وقبل ما أبدأ في الخدمة أخوي إذا تسمح لي أعطيكم سيناريوهين بسيطين بناء عليه بنعرف منو الناس اللي هم مخولين أو الذين مستهدفين من خلال هذه الخدمة. صحيح، تفضلي دكتور. السيناريو الأول هو لشخص لمريضة مسالم عمره 20 سنة يشتكي من صداع من شهرين، وهذا الصداع متكرر عادة بمقدمة الرأس، ويكون مع الثقل ومع عطاس أحيانا وسعال وأحيانا الحمى. وهذا الصداع يسبب له أحيانا نوع من الدوخة. طبعا يانا العيادة يطلب منا تحويل عيادة الصداع. المريضة الثانية هي سلامة بعد عمرها 20 سنة، تعاني من صداع متكرر من 3 شهور من مرة لمرتين في الأسبوع لصاحبه، هو على شكل نبض وصداع في نصف الرأس مع غثيان واستفراغ أحيانا، ويعني يشكل عبء عليها من ناحية ممارسة حياتها اليومية، فأيضا يتنا تطلب المشورة. هذا السيناريوين بس للتشويق، ونشوف نبذة عن الصداع. طبعا مثل ما قلنا ان المرض هو عرض شائع جدا. في عيادة صداع مستشفى راشد كانت تستقبل ما يقارب 5000 مريض سنويا، وبناء على حرص هيئة الصحة في دبي وقطاع الرعاية الصحية على تقديم خطة شاملة لتطوير الخدمات الصحية وخدمة متميزة ومتكاملة في مكان واحد، وبناء على حرص منها على إرضاء المتعاملين، وبناء على التقارير التي تحرص على النماء واستحداث وتطوير الخدمات، تقرر تشكيل أو فتح عيادة الصداع. تم استحداث مركز أو عيادة الصداع في مركز ند الحمر ومركز البرشة الصحي، والذين تقومان على أعلى وتقديم أفضل الممارسات الطبية الموصى بها عالميا لعلاج حالات الصداع بشكل متكامل عن طريق طبي متكامل وفي مكان واحد. نعم دكتورة، مثل ما نعرف المريض اللي يعاني من الصداع دائما يكون يعني مش يعني، أنا دكتورة يمكن لي تجربة مع أختي في البيت تعاني من الصداع، النصف في هذا المريض يعاني معاناة شديدة، يعني يمكن ما يحس فيها إلا اللي عنده حد من الأهل يعاني من الصداع أو من هذه الأعراض. فدكتورة ممكن تقولي لنا رحلة يعني المتعامل هذا كيف ممكن يحصل على موعد في عيادة ند الحمر أو عيادة البرشة؟ وطبعا نحن يعني سعيدين أن عندنا مثل هاي العيادات التخصصية يعني متخصصة في الصداع، فهذا بيساعد الناس أكثر، وأكيد الموجودين فيها ناس مؤهلين لعلاج مثل هاي الأمراض. أكيد أختي، أنا أتمنى السلام والشفاء لأختك.
طبعا هي فعلا مثل ما قلتي هي خدمة متميزة والمرض شائع وهناك فئة كبيرة ممكن تحتاج هذه الخدمة. فمثل ما قلنا هي الخدمة متوفرة في مركز ندى الحمر ومركز البرش الصحي كل اثنين صباحا. من المستهدف من الخدمة؟ الفئة العمرية من 13 سنة وما فوق، انزين، ونسميهم الناس الذين يعانون من الصداع الأولي. بسلط الضوء شوي على هالنقطة، شو نقصد بالصداع الأولي؟ نعم. الشيء الثاني، كيف المستخدم أو المتعامل يحصل على الخدمة؟ في البداية يجب أن المتعامل يروح لعيادته حسب المركز الصحي اللي هو تابع له. فبعد ما يصير للمركز الصحي وأخذ المؤشرات وتاريخ المرض، يقيم طبيب الأسرة أو الطبيب العام حالة المريض، وبناء على حالة المريض يقرر هل يحتاج التحويل ولا لا. لأنه مشكلة الحالات، بنقول لما نتكلم ما هي الحالات تستقبل العيادة اللي تحتاج فعلا لتدخل خاص بعيادة الصداع. فإذا كان فعلا المريض يستوجب تحويله إلى عيادة الصداع، يتم تحويله عن طريق الطبيب ويأخذ موعد ويخضع أو يتم حضوره إلى مركز ندى الحمر أو مركز البرش الصحي ويقابل فريق متكامل. هذا الشيء المميز في هالعيادة، أن التوجه العالمي الحين أنه ما يكون دكتور واحد فقط يعالج الحالة، يكون فريق متكامل. الفريق هذا بيتكون من طبيب عائلة، طبعا بيكون في تمريض، وبيكون في طبيب عائلة، وطبيب أخصائي أعصاب، طبيب أخصائي علاج نفسي، طبيب أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى هي المختبرات التشخيصية من مختبر معامل دم أو إلى أشعات حسب ما يعني تحتاج الحالة. فبعد ما يخضع للمؤشرات الحيوية، يقابل طبيب الأسرة اللي بياخذ تاريخ مرضي كامل ويخضع لفحص سريري. لأن مثل ما قلنا الأسباب كثيرة، فلازم نعرف اللي هو سبب هذا الصداع، ومن بعد يتم الحصول على استشارة من أخصائي طبيب أعصاب اللي هم مستشفى راشد. وحسب الحالة يتم تقييم شدتها وتحويلها إلى مثلا الأخطاء النفسي أو علاج طبيعي حسب الحالة. أيضا ممكن فحص شبكية العين وعصب الإبصار، لأن بعض الحالات تستدعي ذلك. وإذا احتاج إلى بعض المختبرات أو الفحوصات المخبرية يتم تحويله. وبعدين يتم شرح وضع الحالة ووضع خطة علاج مناسبة لكل مريض على حدة، لأن كل حالة يعني تحتاج إلى علاجات خاصة بها، وتم إعطاء من أدوية وزيارات اللي هي للمتابعة. نعم دكتورة، ذكرتي الصداع الأولي، يعني مثل ما تقولين مصطلح جديد علينا، ممكن تعرفين على هذا المصطلح وش اللي تقصدين بالصداع الأولي؟ إن شاء الله. بالنسبة للصداع، هو الصداع طبعا يوم نقول الصداع نقصد بأي ألم في الرأس، لكن هذا الألم ممكن يكون سببه فعلا أول شيء من الرأس، من الأعصاب وأي تهيج لها، أو من الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب الموجودة في الرأس، أو حتى في النشاط الكيميائي لإفرازات الدماغ. وهذا السبب عادة يكون يعني هو السبب الرئيسي للصداع. يعني ما نقول إن الصداع عبارة عن عرض لشيء ثاني، اللي هو في هالحالة نسميه الصداع الثانوي. نكون هذا الصداع سبب مباشر لخلل في هذه التركيبة الموجودة في الرأس، وهذا يكون قد يكون في نوع من الاستعداد الوراثي عند بعض الناس. الصداع الأول من أشهر الأمثلة عليه، أشهرهم وأكثرهم شيوعا نسميه صداع التوتر التنشن هدك، هو الصداع اللي مثل الشد من مقدمة الرأس إلى آخر الرقبة، وهذا الصداع الأكثر شيوعا. وعندنا الصداع النصفي الدقيق اللي كنا نعرفه، اللي هو هذا من بعد أكثر أو من الأمثلة الزهيرة على الصداع الأولي. وعندنا الصداع اللي نسميه الصداع العنقودي أو الكلستر هيدكس، هذا بعد نوع آخر من الصداعات الأولية. هذه الصداعات يعني مثل ما قلنا هاي منشأها من الرأس. الصداع الثانوي نقصد به أنه يكون في تهيج الأعصاب اللي تغذي الرأس بسبب وجود مرض أو سبب آخر، مثل لا قدر الله أي جلطات، أي نزيف في المخ، أي نوع من أنواع الالتهابات، أي نوع من أنواع التسمم، الجفاف أو الالتهابات الفيروسية، الإنفلونزا، التهاب السحرية، أو أي أمراض ثانية. فهناك مثل ما قلنا، فهذا للتوضيح الفرق بين الصداع الأولي والصداع الثانوي. الصداع الأولي مثل ما قلنا صداع أشهرهم المايجرين أو الشقيقة، وفي العيادة هناك الكثير من يعني ما شاء الله العلاجات المتقدمة اللي تستهدف علاج الشقيقة. نعم دكتورة، طبعا نحن اليوم حابين أيضا نعرف لك أكثر الفئات العمرية اللي يتعاملون معها في العيادة. طبعا العيادة هي للبالغين، يبدأ أن ناخذ الفئات من 13 سنة وطالع. فأغلب الناس اللي تلاحظين اختيام اللي عانوا الصداع هم فئة الشباب، يعني في المراهقين في الأطفال، لكن الأطفال لهم قسم خاص بهم في المستشفيات. أما من 13 سنة وطالع فهم فئة مستهدفة لعيادة الصداع عندنا في الهيئة.
نعم، وأيضا مثل ما ذكرتي دكتورة، الحلو في العيادات في هيئة الصحة في دبي أن يتشاركون فيها فريق طبي متكامل. قلتي حتى نوهتي أن هناك ممكن أطباء نفسيين يكونون حتى في موضوع الصداع، فهاي يعني عملية متكاملة صراحة تشكرون عليها، وجهودكم يعني جهود عظيمة وجبارة، نحن شاكرين لكم هاي الجهود. دكتورة نبي نعرف منك نصيحة تقدمينها اللي يعانون من الصداع، أو من الصداع اللي مثل ما قلتي صداع، سواء صداع التوتر أو النصفي أو الصداع العنقودي، نبي نسمع منك نصائح للي يعانون من الصداع. إن شاء الله أختي أنا، بس اسمحي لي أنا أبغى أنوه على نقطة، وهي أن أنواع علاجات الصداع تختلف حسب الحالة. وإحنا رمتنا عن الصداع بالذات مثلا الشقيقة كمرض شائع، أن أحيانا المريض ما يستجيب للمسكنات العادية، فأحيانا لابد أن نحول لها العيادة أن فيها ميزة اللي هي الأدوية الوقائية وأدوية إيقاف نوبة الصداع. هاي الأدوية مجموعات تربتان وبعض الإبر البوتوكس وبعض الإبر الأخرى المتطورة جدا. بس دكتور الأهالي يكون عندهم دائما، الأمهات يكون عندهم تخوف من أدوية الصداع، يعني صراحة دكتورة أنا عارف أن الوالدة وجه لها تحية تسمعك اليوم، أكيد تسمع الحلقة، فأبي أقول يعني أبي تقولي لهم نصيحة للأمهات اللي مثلا يرفضون أن أبنائهم يأخذوا مثل هالأدوية، فأنت شو تقولي لهم؟ هل هي آمنة؟ هل لها مضرة على المدى البعيد؟ شو النصيحة اللي توجهينها للي يعانون من الصداع وللأهالي اللي عندهم مثلا فرد في العائلة يعاني من الصداع؟ فعلا حيا الله الوالدة. طبعا أختي آمنة أنا متفهمة تخوف الناس، في كثير من الناس ما يحبون الأدوية، ويعني هذا الكلام مقبول إلى حد معين فقط. يعني ليش الإنسان يعاني؟ ليش اليوم مريض ما يقدر، مثلا الطفل ما يقدر يصير المدرسة، أو الأم ما تقدر تجاوب بيتها ومهامها اليومية، أو اللي عند طالب الجامعة يعني يتغيب عن حصصه وجامعته، وصاحب المرتبط بعمل يتغيب، فهاي التغيبات الكثيرة لما يوصل الصداع لمرحلة أنه بدأ يأثر على مستوى حياة الفرد ويخليه عاجز نوعا ما عن يعني الاستمرار في هالحالة، فليش يعني نتم في هاي التعليم؟ هناك طبعا يعني علاجات غير طبية وغير دوائية تنفع في بداية الصداع وإذا كانت الحالة خفيفة. في هاي الحالات لو توقفت حالة الصداع طبعا أكيد ما في مانع من الاسترخاء والمكان الهادي وتغيير الجو وتمارين التنفس، هذه ما فيها مانع. لكن إذا طولت الحالة وما تتقبل أو ما تستجيب، فبالأحرى يجب الانتقال إلى الخطوة الثانية. فإحنا طبعا ننصح أن دائما يكون أخذ الدواء بإشراف طبي، يعني في أدوية صح متاحة في الصيدليات ممكن الواحد يأخذها، لكن إذا صار الموضوع أن يأخذها بصورة وايد متكررة وما في استجابة أو مثلا ناقت الحالة، بالعكس يرجع للطبيب، لأن لما يكون الوصفة أو تطلع الوصفة باستشارة الطبيب ومتابعة الطبيب إن شاء الله نتجنب أغلب المضاعفات ونقدر نتابع الحالة وتأخذ حقها. نعم طبعا دكتور لضيق الوقت لو تختصري لنا النصيحة الجوهرية الأخيرة اللي بتقدمينها للمستمعين عشان الفاصل بس. إن شاء الله أختي. طبعا أول شيء أن دائما التوعية، وأن المريض يحاول يتثقف أكثر عن نوع الصداع اللي عنده، ويخلي عنده مفكرة يكتب فيها نوبات الصداع وصفها المدة وكيف بدأت، شو الأشياء اللي المحفزات اللي تزيدها أو الأشياء اللي يستجيب لها الصداع. عدم الإفراط بالتناول، إحنا ننصح بالتناول لكن عدم إفراط بتناول الأدوية، لأن هذا ينعكس سلبا على الصداع إذا هو عن طريق نفسه. نمط الحياة الصحي من ناحية النوم الصحي، للنوم 7-8 ساعات، عدم تفويت الوجبات وانتظامها، ممارسة تمارين رياضية، محاربة الجفاف بشرب كمية كافية من الماء، الاسترخاء، تنظيم الوقت، تجنب الأكلات اللي تهيج مثل المشروبات مثل الكافيين والنترات في اللحوم المصنعة وهي وغيرها، فهذه الأمور كلها تساعد. وإذا ما حس المريض بأعراض أن الصداع اللي هي لأنه تسمى رد فلاكس أو الأعراض اللي المخيفة، أنه مثلا الصداع يزيد عن حدة أو وايد مفاجئ شديد جدا أو يزداد، ما يستجيب حاجتها، لابد من الحضور إلى المركز الصحي أو للمستشفى للفحص والمعاينة. نعم دكتورة نورة عبدالله طبيب أخصائي بقطاع الرعاية الصحية الأولية، شاكري لك معلوماتك القيمة اليوم عن عيادة الصداع، ولنا إن شاء الله معك لقاء آخر نتحدث فيه أكثر في هذا الموضوع اللي هو موضوع الصداع. طبعا أعزائي المستمعين نطلع معاكم الحين فاصل وراجعي لكم مع برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة،
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا نرحب بتواصلكم مستمعينا الأفاضل على الأرقام 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختيامنا قبل لا ناخذ فقرة التغذية واليوم تحت عنوان أفضل طعام لأحلى الشتاء في العالم، بناخذ بس هاي الرسالة النصية من أحد المستمعين اللي رقمها 7766. يقول السلام عليكم أخوي عبد الله، استفسار للدكتورة عن خروج الدم من بعد غسيل بالفرشاة والمعجون أحيانا في بعض المناطق بين الأسنان، هل هذا الشيء عادي أو في خطورة؟ طبعا الدكتورة مش موجودة معانا الحين، بس نحن بنحول الموضوع أو التوضيح هذا الاستفسار للدكتورة، وإن شاء الله بنتواصل وياك على نفس الرقم. وشكرا لتواصلكم مع برنامج الصحة والسعادة. ناخذ اختيام نعيل موضوعنا اليوم فقرة التغذية، أفضل طعام لأحلى شتاء في العالم. وطبعا أخوي عبد الله مثل ما نعرف في فصل الشتاء الناس يعني لهم أغذية معينة يحبون يتناولونها أو يستمتعون بتناولها بالأحرى، فنحن اليوم بنستضيف معانا الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي عشان تكلمنا أكثر عن أفضل طعام لأحلى شتاء في العالم. نعم أستاذة فاطمة صباح الخير. أهلين، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك، توقتين على أحلى طعام لأحلى شتاء. التغذية أخوي عبد الله لازم يوعونا هالفقرة شي الساعة 10:30 يبدون، أشوفكم من شهر الحين كل الطعام الشتاء ومشروبات الشتاء ونحن نوعهني في الاستديو. لا لا إن شاء الله ما بنأثر فيكم، بس ليش أنا تناولت أحلى طعام لأحلى شتاء؟ لأن لاحظ في الفترة الأخيرة خاصة المرضى يوميون يونك أن مثلا مكتئبين، أمارات يكونوا مثلا عندهم نوع من القلق والاضطرابات والتعب بسبب مثلا خوفهم من مثلا يصابون بأمراض الإنفلونزا والبرد والتهابات الحلق. فأنا تناولت هذا الموضوع بحكم أن أنا أخفف عليهم مشكلة الشتاء، لأن في ناس يحبون الشتاء ويحبون يسوون المخيمات ويأكلون هايلة. الناس اللي عندهم هرمون مرتفع موجود في جسمنا، هذا الهرمون لازم إحنا ننشطه، أو ناقل عصبي مثل ما نقول، لازم إحنا ننشطه عشان يرتفع عندنا هرمون السعادة. بس في من الناس ما عندهم بعض أشياء مثلا أو أطعمة ما كانوا يأخذونها، ما كانوا مركزين عليها، فسبب لهم نوع من الاكتئاب والسعادة. فأنا حبيت أنهم في الشتاء يعني يكون عندهم هذا الطعام شيق بالنسبة لهم، هذا متناول في كل بيت وموجود في كل بيت، بس التركيز عليكم شوي قليل. أحلى طعام يعني أقصد فيه الأطعمة اللي هي أول شيء ترفع عندنا هذا الناقل العصبي، وبالتالي تساعدنا على القضاء على الكسل. وهم أغلب الناس ما يعرفونه، هي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية. أنا ما أذكر فيها، إحنا بعيدين عن موضوع الرجيم. الأطعمة هذه تختلف للناس اللي يسوون الرجيم أو الناس اللي بينزلون أوزانها. ليش أنا قصدت الكربوهيدرات والسعرات؟ لأن فيها هاي مادة اسمها مادة تربتوفان. المادة هاي إذا ارتفعت في جسم الإنسان عن طريق هاي الأطعمة فبترفع له هذا الناقل العصبي، وبالتالي يحس دائما بالسعادة والفرح. طبعا في أطعمة بعد أنا ممكن أذكر لكم إياها اللي فيها حمض الفوليك، فيها فيتامين سي، فيتامين باء، إذا ركزنا عليها ممكن أن هي تشعرنا دائما بالسعادة. هاي بالنسبة للأطعمة اللي أنا يعني أو الفكرة اللي أنا خذيتها. لكن إذا بغيت أذكر لكم الأطعمة هي الشوكولاتة بعد ممكن، لأن فيها أعلى مادة من الكافيين وهي منشطة للأعصاب. بعدها تلعب دور مهم جدا في التخلص من التعب والإجهاد، لكن إذا بناخذها ناخذ بكميات بسيطة لأن دائما تحسنا حتى بالراحة والهدوء والسعادة مجرد أن ناكلها. صحيح. عندنا بعد بعض الأطعمة مثل اللي فيها نسبة سكر عالية، بعض الحلويات فيها نسبة سكر عالية ترفع بعد هذا الناقل العصبي، لكن استخدامنا على حسب مثل ما قلنا الأشخاص يعتبر يعني يعتمد على وزن الإنسان وعلى المرض الإنسان، فيفضل أن نستخدمه طبعا دائما احنا نقولهم كميات محددة وكميات بسيطة. حتى لاحظنا بعض الأشخاص اللي يعيشون مثلا في المناطق اللي على البحر غير عن الأشخاص، ويعني شعورهم دائما بالسعادة بالفرح،
غير عن الأشخاص اللي هم يكونون بعيدين عن البحر، لأن جو البحر دائما يسعدهم بالراحة. لمجرد أن الواحد يعني يكون ساكن على البحر أو في هالمنطقة، دائما إحساس أنه يبغى يأكل الأسماك اللي تحتوي على أوميجا 3 أو أوميجا 6 وأوميجا 3 تهدئ الأعصاب. فدائما نلاقي الأشخاص اللي عايشين في هالمناطق هادين، ما عندهم نوع من الكآبة أو أي نوع من التوتر. في من الأطعمة الثانية نذكرها السبانخ، الطماطم، البنجر الأحمر، هذا بعد فيه فيتامين جدا عالي من فيتامين ضاء اللي يعمل على تحسين الذاكرة وحس الفكاهة عند الناس. فأيضا بعد ممكن احنا نذكر الفلفل الحار، عندنا الثوم، لأن مادة الاسترونين اللي هي موجودة في الجسم بعد موجودة في الثوم، فهاي ممكن إن هي ترفع لنا هرمون السعادة، وبالتالي دائما الإنسان يحس باستخدام هاي الأطعمة مرتاح ودائما بعيد عن القلق. نعم، وطبعاً طبعاً أستاذة فاطمة، نبي نسمع منك نصيحة أخيرة للطعام اللي يتناولونه المستمعين في الشتاء لضيق الوقت طبعاً. إنزين، بالنسبة للأطعمة المفروض هم يعني يركزون عليها أكثر المكسرات والموز والشوفان، لأن في نسبة المكسرات في نسبة حلوة لأن ترفع هرمون السعادة عند أو الناقل العصبي هذا، والمكسرات ممكن نأخذها، والموز اللي فيه مغنيسيوم يهدئ الأعصاب خاصة فترة الليل، فمهم جدا نأخذ الموز والشوفان. البطاطس ممكن بعد تساعد. الشيء الأخير المفروض هم يركزون عليه، حتى الشخص لو قال أنا أخذ كل هاي الأطعمة بس بعد عندي مشكلة، يركز على موضوع فيتامين دال. إذا كان عنده ناقص فيتامين دال يعني يفضل أنه يحسنه أو يأخذ مكمل الفيتامين دال أو الحبوب اللي تساعد على رفع فيتامين دال، عشان يحس بارتفاع هرمون السعادة وما بعيد يكون عن الاكتئاب. والرياضة سواء كانت الرياضة الثقيلة أو الثقيلة أو الرياضة الخفيفة مثل المشي، هذا مهم، والنوم المبكر. نعم طبعا أستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. عفوا حبيبتي، شكرا، مع السلامة. نعم، ختامنا ننتقل إلى فقرتنا الثانية عن صحة الطفل، واليوم تحت عنوان نقص فيتامين دال عند الأطفال. وطبعا أخي عبد الله، مثل ما ذكرت الدكتورة الأستاذة فاطمة الخروصي، نقص فيتامين دال موضوع ليس بهين، موضوع مهم جدا سواء للكبار وللأطفال. واليوم حديثنا راح يكون عن نقص فيتامين دال عند الأطفال واللي يأثر في نمو وتطور الطفل، وكذلك هذا النقص ممكن يسبب العديد من المشاكل الصحية التي ربما لا يحمد عقباها مثل ما يقولون. فنقول إحنا اليوم معانا الدكتورة منال مصطفى، استشاري أمراض الغدد الصم والسكري عند الأطفال بمستشفى لطيفة. صباح الخير دكتورة منال. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا على استضافتي بهالبرنامج وحديث عن هذا الموضوع المهم. الشكر موصول لك دكتورة على وقتك اللي منحتيه لنا للتواصل معانا في هالبرنامج ولإفادة المستمعين طبعا. فنحن اليوم دكتورة حابين نعرف منك في البداية أهمية فيتامين دال لنمو وتطور الطفل. تمام، فيتامين دال هو مسمى إنه فيتامين، فأغلب الناس تعتبره إنه من ضمن الفيتامينات العادية اللي ممكن نحن نأخذها فقط عن طريق الأطعمة وعن طريق المكملات الغذائية، وما يعطول أهمية اللي لازم إحنا كلنا نفكر فيها ونهتم فيها بدلالة مصدر الرئيسي اللي هو مصدر أشعة الشمس وأهميته. فيتامين دال هو عبارة عن فيتامين مهم جدا لتنظيم الكالسيوم والفوسفات في عظامنا والحفاظ على صحة العظام وصحة الأسنان، وخاصة في فترات النمو اللي يمر فيها الأطفال. أهميته بالنسبة للأطفال أهمية كبيرة، لأنهم هم في مرحلة نمو، علشان نضمن نمو سليم لازم نضمن عندهم أن مستوى فيتامين دال في أجسامهم ضمن المستوى الطبيعي وأنهم جالسين يحصوا عليه من المصادر اللازمة. طبعاً دكتورة ذكرتي أشعة الشمس وهي المصدر الرئيسي مش الأدوية، فممكن تقولي لنا دكتورة الوقت اللي دائماً كل الأهالي يتسائلون أوكي فيتامين دال مهم للطفل، شو الوقت المناسب اللي أنا أطلع الطفل أنه ياخذ فايدته من فيتامين دال؟ تمام،
مثل ما ذكرتي أن المصدر الرئيسي لفيتامين دال هو عبارة عن التعرض لأشعة الشمس. بلادنا والفضل لله غنية بالشمس ودائما مشمسة في أغلب أيام العام، لكن للأسف إحنا ما جالسين نتعرض للشمس، وإذا تعرضنا نتعرض في الأوقات الخطأ. الناس في عندها مفهوم خاطئ على أن التعرض للشمس يكون في الصباح بدري أو أنه في المغرب في فترة العصر اللي هي قبل غروب الشمس، وللأسف هذيلة هو مفهوم خاطئ. أنا حابة أن نصلحه اليوم إن شاء الله، أن الوقت الصحيح للتعرض للشمس هو الفترة اللي يكون فيها أشعة الشمس عمودية على سطح الأرض، ويكون توفر الأشعة اللازمة بطول الموجة المعين هو المركز في هذه الفترة لتشكيل فيتامين دال تحت الجلد. الفترة هذه تكون من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا. الآن هو الفترة الممتازة للتعرض للشمس، لأن إحنا الجو الحمد لله الجو زين وما في حر للتعرض. أحيانا لما نكون في فترات الصيف الأهل ممكن يشتكوا أنه مو مستحيل إحنا نطلع أطفالنا من الساعة 10 صباحا للثالثة ظهرا، هذا الوقت يكون حار جدا، فنصلح لهم المعلومة ونقول لهم أن التعرض الكافي هو عبارة عن ربع ساعة يوميا، بمعنى 15 دقيقة يوميا أو نصف ساعة 3 مرات في الأسبوع، بحيث يطلع الطفل بهذه الفترة خلال هذه الساعات المحددة يتعرض يا أما ربع ساعة يوميا أو نصف ساعة 3 مرات في الأسبوع، بحيث أنه يكون أغلب جزء من جسمه مكشوف، يعني على الأقل يكون مثلا في الفانيلة الداخلية وفي الملابس الداخلية مكشوف الذراعين مكشوف الساقين، بحيث أنه مضمن أن أكبر سطح من جسم الطفل تعرض للشمس. إذا تعرض في هالأوقات اللي ذكرناها وهالأزمنة اللي ذكرناها مع كشف سطح الجسم على الأقل الذراعين والساقين، فنضمن أن إن شاء الله تشكل الفيتامين دال على الجلد تحت الجلد ودخل على الجسم وتوفر بالكمية الكافية. حتى نعرف أن الجسم شكل الفيتامين دال يكون الجلد لازم أنه يحمر شوي، فاحمرار الجلد نوعا ما بعد التعرض هو دليل على تشكل الفيتامين دال. إذا ما تحمر معناه ما تشكل، وإذا وضع الطفل أي واقي شمسي أو كان لابس وقت التعرض، يعني لابس مثلا أكمام طويلة أو لابس شيء يغطي الأطراف السفلية، فللأسف ماذا يتشكل عنده فيتامين دال كافي. نفس الشيء وقت التعرض، إذا كان مثلا الشمس فيها غيوم أو كان عم بيتعرض في المناطق المرتفعة، الناس اللي ساكنة في المرتفعات أو على مناطق الجبال، برضو التعرض في هذه المناطق ما بيكون بنفس التعرض الكافي لتشكيل الفيتامين. أو إذا في يوم ضباب مثل اليوم مثلا كان في ضباب في هذا، فإذا كانت الدنيا فيها ضباب أو غيوم أو الجسم مغطى بالملابس أو واضعين واقي شمسي، فما بيتشكل عنا فيتامين دال اللازم. نعم، فمثل ما قلتي دكتورة لازم تكون الشمس عمودية، ولازم يكون الوقت من 10 صباحا للثالثة ظهرا. معلومات دكتورة الصراحة جدا قيمة، فحين احنا مثل بعد ما عرفنا أهمية فيتامين دال والوقت اللي ممكن الطفل يحصل فيه على فيتامين دال، الحين نرجع اني نقول دكتورة شو هي أسباب نقص فيتامين دال عند الأطفال وبكثرة عندنا في الدولة. تمام، السبب الأول والرئيسي هو عدم التعرض الكافي للشمس. مثل ما ذكرت بلادنا بفضل الله غنية بالشمس في أغلب أيام العام، لكن إحنا ما جالسين نتعرض لهذه الفترة. ممكن يكونوا فيها الأطفال في المدارس، الصيف الخوف من حرارة الشمس، اللبس الزايد اللي ممكن الأطفال إنهم يطلعوا لابسين هذه الملابس اللي هي الأكمام الطويلة والمغطية الأطراف السفلية، ممكن بنفس الوقت ما تشكلهم حتى لو عم يلعبوا برا في الشمس في هذا الوقت. حاليا مع ظل مشكلة الكورونا اللي احنا فيها، الأطفال أغلبهم ما جالسين يطلعوا مع أهليهم على المناطق اللي فيها الكافية المفتوحة، فهذه كلها أدت إلى زيادة نسبة نقص فيتامين دال عند أطفالنا، وخاصة الأطفال اللي احنا نشوفها في المستشفيات. الأغذية ممكن الناس تذكر أنه مثلا خلينا ناخذ من فيتامين دال من الأغذية، أو نذكرهم أن الأغذية فقيرة عادة بفيتامين دال. أكثر الأغذية اللي فيها فيتامين دال هي الأسماك، خاصة أسماك السردين والتونة والسلمون، الصفار البيض، اللحوم الحمراء، الكبد، منتجات الألبان المدعمة بفيتامين دال، مو أي منتجات ألبان، إذا كانت مدعمة بفيتامين دال هذه تكون غنية. بس مهما أخذنا منها الكميات الكبيرة، وخاصة خاصة الحليب، يعني إحنا بحاجة نشرب أكثر من 1.5 لتر حليب، لترين، لحتى نحصل على كمية 400 وحدة دولية من فيتامين دال، وهذه الكمية جدا قليلة، وما حد فينا بيشرب لترين في اليوم لحتى يحصل على هذه الكمية. فنرجع لنذكر بأن الشمس هو المصدر الرئيسي، عدم تعرضنا للشمس هو السبب الرئيسي في نقصه، الأغذية فقيرة، قدر الإمكان نحاول نهتم بالأغذية الحاوية على فيتامين دال، لكن ما نعتمد عليها اعتمادنا الكلي بيكون على الشمس، وإذا ما استطعنا التعرض للشمس على الأقل نأخذ المكملات الغذائية الحاوية على فيتامين دال. نعم دكتورة، حابين نعرف أيضا منك نصائح للوقاية من نقص فيتامين دال عند الأطفال. تمام،
الآن بس حابة أذكر قبل النصائح إذا تسمحي لي أن شو أعراض نقص فيتامين د اللي الأطفال إذا لاحظناها عند الطفل لازم فورا أن نأخذهم على المركز الصحي أو على المستشفى ونشيك الفيتامين د. الأطفال الصغار اللي هم توهم بدأوا في المشي أهم علامة عندهم تقوس الساقين، فلما يصير في عنا تقوس الساقين العظام بسبب نقص فيتامين د تكون هشة ولينة وطرية فما تستطيع تحمل وزن الجسم اللي عليها، فلما يبدأ الطفل بالمشي ويحتاج إنه تشيل أقدامه وزنه ما تقدر لأن هي أصلاً عظام ضعيفة ناقصة الفيتامين د فتبدأ تتقوس. فعلامة تقوس الساقين عند الأطفال اللي تحت عمر السنتين علامة جداً دليل على وجود نقص فيتامين د، فلازم الأهل يأخذوا طفلهم فوراً لتشيك على أو لقياس مستوى فيتامين د وتصحيحه إذا كان ناقص. العلامة الثانية تشوفي إن كمان أن الرسغ منطقة الرسغ عندهم تصير واسعة يعني تكبر أكبر من اللازم، هذه علامة مهمة. الأطفال اللي بعد سن المشي يعني في عمر المدرسة يبدأوا يشتكوا، ما بيصير عندهم التقوس لأنهم عدوا هذه المرحلة، لكن يشتكوا دائما من آلام في الجسم، آلام في العظام غير مفسرة، تعبانين، ممكن يصير في سقوط في الشعر. هذه العلامات التعب الغير مفسر وعدم القدرة على أداء التمارين الرياضية والأنشطة اللي بيسووها الأطفال في أعمارهم والشكوى من آلام العظام هذه دليل برضو على نقص فيتامين د. فيعني أنا نصيحتي للأهل إذا شافوا هذه العلامات لازم يشيكوا فيتامين د ويصلحوا إذا كان ناقص. وفي فئات معينة هي أكثر عرضة من الأطفال لنقص الفيتامين، الأطفال اللي ما بتتعرض للشمس اللي هم في مرحلة النمو خاصة في قرب مرحلة البلوغ هم أكثر حاجة لفيتامين د عن غيرهم، الأطفال اللي عندهم سمنة حاجتهم لفيتامين د أكثر من غيرهم، والأطفال اللي عندهم أمراض سوء الامتصاص بمعنى أن أجسامهم ما تمتص الأطعمة لخلل معين في الأمعاء، هذه للناس أيضا يكونوا بحاجة لجرعات مكثفة من الفيتامين د. والناس اللي تأخذ أدوية مثل أدوية الصرع، أدوية الكورتيزون، هذه أدوية تتعارض مع فيتامين د. فالفئات اللي ذكرتها يفترض منها أنها تشيك ولو مرة في العام على الأقل على مستوى فيتامين د عند أطفالها ويأخذوه بشكل مستمر ما يقطعوا أبدا خاصة إذا نحن ما جالسين نتعرض للشمس. نعم طبعا دكتورة، نصائح جدا قيمة قدمتيها لنا اليوم، شاكرين لك تواجدك معنا، شاكرين لك هاي المعلومات اللي نتمنى أن المستمعين يكونون استفادوا منها اليوم حول فيتامين د لنمو وتطور الطفل. كانت معنا طبعا الدكتورة منال مصطفى استشاري أمراض الغدد الصم والسكري عند الأطفال بمستشفى لطيفة. شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. نعم مستمعين الأعزاء، الختام أن وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مستمعين الأعزاء مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة عفوا وسعادة. أشكر فريق العمل، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، ومخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتينا عبد الله جمعة، وأيضا شكرا لك أختي آمنة ما قصرتي. شكرا لك أخوي عبد الله، استمتعنا بحلقة اليوم والمعلومات القيمة اللي تناولناها فيها. نعم ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.